10 أشياء لا أستغني عنها في هذه الفكيرة الصغيرة. أول حاجة المحفظة. أنا عندي محفظة ورقية بسيطة سيمبل، باخدها معايا في كل مكان، فيها مكان أنا أحط الكروت. هي عبارة عن مجرد ورق وصديقة للبيئة. ما زال عندي محافظ تانية جلد وأشكال مختلفة، لكن بقيت متجهة أكتر لكل ما هو بسيط وسهل وخفيف، فالمحفظة دي فيها كل هذه المواصفات. Thanks for choosing me. I'm excited to spend time together, meet your friends and go on some adventures. To show the rest of my family I'm in good hands and having fun, it would be great if you would share a picture of me. Sticker. Very thin. لمن لا يعرف، أحب أقول لكم إن أنا تريزا خليل، أنا كاتبة ومخرجة أفلام تسجيلية، وعلى هذه القناة قناة فكيرة أشارك أسلوب حياتي، ودي سلسلة اسمها فكيرة صغيرة، بشارك فيها بعض الفكيرات الصغيرة في موضوعات مختلفة من تأملاتي وحكاياتي وملاحظاتي في الحياة. فقعدت أفكر إيه العشر حاجات اللي أنا ما بستغناش عنهم. تاني حاجة اكتشفتها مؤخرا وما بقتش استغنى عنها هي موقع اونلاين وتطبيق اسمه نوشن. نوشن ده بقيت بحط فيه كل عالمي، عاملة حاجة اسمها تريزا خليل فيليج او قرية تريزا خليل، وبحط فيه بقى سواء موقع تريزا خليل، الفيديوهات اللي بسجلها، اي حاجة افكار تخطر في بالي. اللي بيعجبني فيه انه هو انا ممكن اكسس الكلام ده كله، هذا العالم كله من اي مكان. يعني احيانا يبقى معايا اللابتوب اقدر ان انا ادخل واكتب مثلا فكرة جات لي، او شغالة على الفيلم بتاعي مثلا فحبيت ان انا اضيف حاجة فادخل على الجزء في الفيلم الخاص بالموضوع المعين ده اللي انا عايزة اكتب فيه. هو عامل زي الشجرة، كل حاجة فيه متفرعة. يعني أنا عاملة تريزا فيليج، قرية تريزا خليل، تيجي تحتيها المشاريع بتاعتي اللي هي موقع تريزا خليل .com، عندي موقع تاني اسمه يونيك زاجرب، في تريزا خليل عندي الفيلم التسجيل اللي أنا شغال عليه، عندي قناة يونيك تي في، عندي قناة فكير، وكل يعني أقدر أن أنا أدخل على أي حاجة بعملها في حياتي. في كمان مثلا وصفات للأكل، حتى جزء خاص بالحاجات اللي عايزة اشتريها، عاملة جزء خاص بالكتب اللي قريتها، واهم حاجة استوقفتني في كتاب معين. انا حتى عاملة جزء خاص بالخزين اللي عندي، يعني ايه الفاصوليا، البسلة، الفريزر، فيه ايه. فاحلى حاجة في نوشن ان انت ممكن تعمل فيه اللي انت عايزه، يعني تظبطه على مقاس حياتك زي ما انت عايز. ومن ساعة ما اكتشفته وبدأت استعمله ما بقدرش استغنى عنه. تالت حاجة بقى جوجل مابس. يعني زمان طبعا اكيد ما كان قبل الانترنت، كنت بنزل في الشارع واقعد اسأل حد يقول لي طبعا في مصر، هو قال لك فين؟ بقول له مثلا والله لو كان هو قال لي فين ما كنت سألتك الحقيقة. بس دلوقتي بجوجل مابس بقدر ان انا اي مكان عايز اروحه حط اللوكيشن، وخاصة هنا في أوروبا وفي كرواتيا، إنه كمان بقدر أعرف مثلاً الباص هيجي الساعة كام، كمان 5 دقايق مثلاً، أو إن أنا لو نزلت في المكان الفلاني الساعة كده أقدر أخد الترام رقم كده. جوجل مابس مهم جداً. حاجة تانية ما أقدرش أستغنى عنها، السعادة اللي بتمنحها ليا النباتات. لازم يكون عندي زرعة ما، يعني
وردة، فجلة، بقدونس، أي حاجة يعني أي زرع أخضر لما أحطه من بذرة ويبتدي يكبر فده بيفرحني وما بقدرش أستغنى عن ده. حتى لما كنت في حالة من عدم الاستقرار كنت برضو لازم يبقى عندي زرعة، كنت حتى أروح أزرع عند مثلا عند ناس ما أعرفهمش أو أطلع مثلا مع جروب رايحين يزرعوا في حتة، فدايما يكون في زرع في حياتي. حاجة ما أقدرش أستغنى عنها هي شاور الأسنان، وقبل ما أكتشف هذا الاختراع كنت بروح لدكاترة السنان كتير جدا. بعد ما جبته بصراحة ما يعني خلاص بقى يمنع لي الالتهابات اللي ممكن تحصل، لأن هو بينظف يعني بين الأسنان، بينظف اللثة كمان، فعشان كده ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. كتابة يومياتي، ما أقدرش أستغنى عن كتابة يومياتي، دايما يكون عندي ورقة ما، كتيب ما بكتب فيه اللي حصل، اللي بفكر فيه، حاجة مضايقاني، فلازم يكون معايا اللي هو الورقة والقلم أو اليوميات دي. وحتى مؤخرا اشتركت في كورس بيخليني أكتب حياتي، يعني بيسألني أسئلة، بيبعتولي كل أسبوع أسئلة عن حياتي وبكتب، بحيث أن أنا في الآخر كده أبص على حياتي كده وأشوف ما هذه الحياة. ما أعرفش ده هيفيدني في إيه، بس يعني حاجة بيخليني يعني بيلفت نظري الحاجات أنا كنت ناسياها أو مش واخدة بالي منها. لكن هل هعمل حاجة بكل هذه الحياة؟ I don't think so. حاجتين هحطهم في نقطة واحدة ما اقدرش استغنى عنهم، هما الكاميرا واللابتوب. يعني طول الوقت انا بسجل عندي اليوميات، بسجل يومياتي نفس الكاميرا. بحب الكاميرات الخفيفة جدا، كاميرا الموبايل دي يعني من احلى الحاجات نفسي يبقى عندي كاميرا موبايل هاي كواليتي واستغنى بقى عن كل الكاميرات. نفسي اكشلي يحطوا كاميرا كده مثلا جنب العين بحيث ان انا اشغلها وانا برمش، فيبقى ده احلى بكتير، لاني بحب اسجل اللحظة. يعني بحس ان كل لحظة لو راحت مش هترجع تاني، فعشان كده بحب ان انا اسجلها من زمان، حتى من قبل ما ابقى مخرجة. وطبعا اللابتوب بقى لزوم الشغل يعني اي حاجة بعملها اكيد بحتاج فيها لابتوب. نفسي بس ان هما يثبتوا على ويندوز معين، او يعني بطلوا الابجريدز والابديتس والكلام ده، والواحد يبقى عنده بقى سوفت وير واحد يفضل يستعمله، وما يبقاش كل شوية يطلعوا لنا بحاجة جديدة بحيث ان لازم اغير ولازم اجي اشتري سوفت وير جديد. شيء سخيف ومعرفش ليه كل الناس موافقة عليه ومبتشارك فيه. حاجة مهمة جدا ما اقدرش استغنى عنها هي فلتر المية. يعني اكيد شفتوا الفيديو اللي عملته اللي هو سر الماء، وده هيخليكوا بقى تبقى مقدرين لأهمية الفلتر. من اهم بقى الحاجات اللي ما اقدرش استغنى عنها في حياتي هي الناس اللي بحبهم وبيحبوني. يعني دي اعتقد احتياج انساني اساسي، لأنه الإنسان حيوان اجتماعي، يعني الإنسان دايماً بيمشي في قطيع كده، فإحنا بنحب إن إحنا يعني مهم إن يكون في حياتنا حد بنحبه وبيحبنا، ويبقى في تواصل رايح جاي كده وتقدير رايح جاي. وعاشر حاجة ما أقدرش إن أنا أستغنى عنها هي تعبير عن نفسي، إن أنا أعبر عن نفسي بشتى الصور الإبداعية. الإبداع ما أقدرش إن أنا أعيش من غير إبداع، وده اللي أنا ما كنتش أعرفه عن نفسي زمان، وبدأت أن أنا أعرفه بمرور الوقت والسنين. أني كنت ببقى في شغل مثلاً وببقى حاسة أن أنا مخنوقة ومش قادرة، وبعدين يتضح أنه الشغل ده أصلاً ما كانش فيه حاجة إبداعية، كان اللي بعمله مبارح هو اللي بعمله النهاردة هو اللي هعمله بكرة، فكنت بحس أن أنا هتخنق. فبالتأكيد ما أقدرش أعيش بدون إبداع. الإبداع بالنسبة لي هو روح الحياة. دول عشر حاجات انا ما اقدرش ان انا استغنى عنهم. ياريت تكتبولي انتو ايه العشر حاجات اللي انتو ما تقدروش تستغنوا عنها.
أدعوكم للاشتراك في النشرة البريدية لو تحبوا يوصلكم رسالة مني كل شهر لحياة صحية هادئة وواعية. لو عايزين تفضلوا على اتصال بي بعيدا عن السوشيال ميديا فدي طريقة أكثر ضمانا. تقدروا تروحوا على موقع theresakhalil.com وتسجلوا إيميلكم هناك. أشوفكم فيديو جاي.